لا لا تجنني تقول لي كلمة يا لم ابن حرام انا عارف والله العظيم لنفخه بره طب بص 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 يا حمار الحمد لله انك نايم ولا جاب بعد هنا يا رب الحجاب ده منين بقى الحجاب ده جابها من الرويه ولا اتفضل يا دكتور ايه الواد في ايه الواد ده خاف من الجثه زي صاحبه الفرفور ما هو زميله يا زميله يا زميلي عامل ايه بركه يا وحش الحمد لله يا مان انت قلبك جامد تعال الفرافير بيشوفوا الجثه بيجروا هات لي الكبد يلا ما لقيتش كده اجيب لك مخ لا مش كبده مش بالك اوردر مش شلاوي مش طالب اوردر يا حبيبي الكبد الكبد عشان اوريك ازاي خلصنا خلاص خلصنا اللي عندي جنبي ايه ده ناقص كالسيوم ولا ايه مالك يا حبيبي انما رشف لنا بس الراجل ده عايز ايه عشان نخلص عايز ايه حضرتك يا دكتور كبد الكبد خش هتلاقي الكبد تاني رف يمين تاني نخش يا حبيبي قال لك بص اه اتفضل عايز ايه بقى قول لي بأمانة الله يعني انت مين انا زينو بصوت في ايه هو الاول يوم في المشرحه في طب كده العيال بتخاف في ناس بترجع في حالات اغماءات بس بعد كده بيتعودوا ما انا واقفه عادي اهو ما انت كبله انا عمري ما شفت كده انا ما شفت انثى زيك انثى بس ب 100 ذكر انت ربنا يخليك ايه الاخبار الحمد لله تمام النسكافيه جالك تمام جرايد هاي 100 100 100 100 والقعده في الشرفه ظريفه لطيفه شرفه جميله جدا يا عم في ايه مالك حضرتك عايز ايه عايز ايه يا عايز ايه انت طالب انا نسيت ان انت طالب والله انا فاكرك عمي جاي تقول لي الارض روح هناك الرئه الرئه لو لقيتها سلم لي عليها اوكي يلا الرئه بس الرئه ويعني هات لي اي حاجه في سكتك بلاش انت قفص الصدر يعني ليه بلاش ليه انت كبير على الخضه شعرك هيبيض وهم اربع شعريات يبقى شكلك مش حلو لا متعود على الجثث ما تقلقش طب اتفضل اتفضل الله دي بتتحرك الله انت فرحان يعني جديد ده لا ده وكمان انا كلها شكلها كده انا اول مره اشوفه من قريب والله انتوا ما بيسمعني مفيش واحد اموت من العيله يوحد الله لو طلع هنقتله هيطلع يعاير العيله كلها نعم نعم انا مستني يبقى شكلك كده هتبقى قمر الله الجثه خافت مني يا دكتور نعم الجثه شافته وحضرتك اتنفضت انا في عنبر مجانين بقى ولا ايه مش عارف روح يا بنت انت شكلك اجمد واحده في العيال مش هينفع دي هديسه وشكل ايه ده اوعى يا حبيبي ده بوحة ايه مش هينفع حضرتك ايه اللي مش هينفع حضرتك انسة مش هينفع يا اخويا لحقها في العلم اوعى خشي خشي على العلم يا اختي خشي انت تاخدي اللي انت عايزاه شوفي قلبي فيا براحتك كده الجهاز اللي يعجبك شاوري عليه وخديه انت ميت بس مش مرتبط